السلام عليكم. وعليكم السلام الحبيب. خاودي لي عن سقسك 2021 كيفاش دوزتي؟ ايوا شنو نقول لك كيفاش دوزناها؟ بحال دوزوها مغاربه كامله الخاو. تكارفيس شي نهار في البيطاله والدراري جبنا الخدمه الخاوه. شنو نقول لك 2021 تكرفست علينا بزاف الخاوه. شنو نقول لك؟ السؤال ديالنا اخي عماد كيفاش دوزتي 2021؟ 2021 نقول لك ان شاء الله دوزتها بين وبين، يعني فيها محايين وفيها المهم فيها الايجابيات والسلبيات، فهمتي؟ يعني دازت علينا مكرفسه الصراحه مع كورونا، مع بنادم جالس ما خدامش وكذا وهادي، والحمد لله فهمتي. بقاتنا غير الصحه وما كيحرق والو، هذيك هي الدنيا وما فيها فهمت. وخا دوزنا شويه كورونا وديك الخساوات ديالها وديك المناعه ديالها، ولله الحمد. نقول جازت مكفسه ماشي مفتاح، دابا الحمد لله اللي فتح لي فرج عليا الله الحمد لله. جميع باقي خلف عملت ثلاث حانوت وهذا المشروع الحمد لله فرحان خصني حتى شي خير. ونتمنى 2022 تجوز بخير بالسلامه والصحه والعافيه، وتجوز الامور كلش مفتوح، كان شي تشد غلاقه وثاني. نتمنى التوفيق ان شاء الله. خصوصا الكورة، الكورة تنتمنى تندخل تنجوا شي جمهور، أنا تنتمنى الكامبوس يدخلوا يتفرجوا، تفرجوا اتحاد طنجة وثاني. أنا فابور اتحاد. أنا فابور اتحاد، 2011 أنت تفرج اتحاد. تبارك الله، يعني الحاجة اللي ما كانتش كتعجبك هي أن ما كاينش بوبليكو. كاينش بوبليكو في الماوى، تنتمنى الجامعة المغربية تفتح لنا الجمهور ندخلوا نتفرجوا. الحمد لله، المهم فرحة وهيدا الحمد لله، اللهم لك الحمد. 2021 مثلا اذا كنت بنادم شنو تقدر تعمل له بصراحه؟ اش غنقول لك الخو هادي نغبره مره العشيره علاش تغبر؟ واش غادي نقول لك الا حيتي الا كنت بنادم، اما ملي كتجايده في العموم راه اش غنقول لك. 2022 كيفاش خصك دوزها ان شاء الله؟ واش غنقول لك نتمنوا ان شاء الله المهم هادشي يتعوض ورجعوا للطبيعه ديالنا ورجعوا كلشي الدنيا كيف ما كانت في الاول، الاسعار شويه تنخفض شويه، بنادم يعني ما كرهناش يعني كلشي يكون عايش كيف ما كنا في الاول، مزيان والعيان وطبقه يعني لا 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 اللي فوقي ولا اللي تحت، وهادشي اللي كاين. نتمنوا من الله خير وصافي، يعني يدوز احسن من 2000، وكل عام حنا كنتمنوا حنا يكون يدوز احسن من عام اخر. واخا 2021 اذا كنت بنادم شنو تقدر تعمل له بصراحه؟ الخوا نطلع لي انا الحوسه با ديالي. يقول يقول مثلا علاش تقدر تطلع لي الحوسه؟ شنو نقول لك؟ راه تكرفسس ماشي عليا، على اي واحد الخاو. شحال من واحد كان خدام وخرج بحال الان باقي ما جبرش الخدمه الخاو. فين عاد دوز هاد الرسام؟ ان شاء الله غادي نزوجها في وسط الخاصه هنايا وفي قهوه ديتونا، القهوه ديالي كبرت بيها وتربيت بيها ومع الدراري الحومه ديالي. اذا كانت 2021 بنادم، تخيل معايا 2021 بنادم شنو تقدر تعمل؟ وكانت هي مثلا 2021 بنادم كنت نبدا من الزنيطه، سنقلع على الزنيطه فهمتي، باش ما تبقاش تشوش بزاف، حيت هي بقات كتشوش وشات على المغاربه كاملين. نتمناو جميع المغاربه نتمناو لهم الصحه والعافيه والله يخلي لوليدات جميع المغاربه. تحيه للجاليه المغربيه مقيمه بالخارج، داخل الوطن وخارج الوطن، تحيه بني مكادا وتحيه خي ايوب، تحيه القناه ديالكم الطنجاوي اللي معروفه الحمد لله في طنجه كتمل كتخلي ببصمه، وتحياتي لكم جوج بكم. السلام عليكم. شكرا بزاف، بارك الله فيك، الله يحفظكم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.